اسمي علي صالح الهاشمي، باحث قانوني في وزارة الموارد البشرية والتوطين في إدارة علاقات العمل. انضميت للوزارة في 2 فبراير 2014 وحاصل على البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة سان جوزيف. طبعاً أفتخر أني أنتمي إلى إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين. تعتبر هذه الإدارة من أهم الإدارات اللي موجودة في الوزارة، كونها واجهة للتعامل مع المتعاملين وخدمتهم. في البدايات واجهتني تحديات، منها الوصول إلى عدد تسويات في الشكاوى العمالية وكيف أني أقنع الطرفين بالأمور القانونية. هذا الشيء لله الحمد أهلني أني أوصل إلى أعلى المستويات في عدد التسويات في الشكاوى العمالية حتى على مستوى الدولة. أطمح أن تكون لي بصمة وأثر طيب يذكر في المستقبل من ناحية خلق منظومات عمل وآليات عمل تؤسس لمستقبل أفضل، كذلك خدمة إخواني المواطنين وحل شكاويهم والرد على استفساراتهم، وأسعى دائما للسعي في المساهمة وتمكينهم في القطاع الخاص. أصبحت أعمل في خدمة المتعاملين من منطلق إنساني، طبعا في إطار الإجراءات والقوانين المعمول بها، ووجدت في ذلك حافز كبير للعطاء، وهذا الوطن طبعا يستحق منا بذل المزيد من الجهد والعطاء.